ننتقل إلى خبر آخر. تحت شعار Love Your Eyes أو حب عيونك، أقام البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى صباح اليوم بتفعيل اليوم العالمي للبصر. خلينا نتابع تغطية الزميلة عزة الشملاني ونرجع لكم. اليوم العالمي للبصر هذا شيء مو جديد، كل سنة يتكرر علينا اليوم العالمي للبصر، تقريبا له 23 إلى 24 سنة كل عام يقام بشعار جديد. المملكة العربية السعودية الحمد لله في كل سنة لها شيء جديد في اليوم العالمي للبصر وتوعية بشكل مختلف، نتمنى أنها توصل لكافة شرائح المجتمع. شعار هذه السنة اللي هي Love Your Eyes اللي هي حب عينيك، هو يمكن يكون عاطفي أكثر منه علاجي أو عملي، معطينا مجالات أكثر نشتغل عليها، ما نركز على الشيء العلاجي فقط أو الشيء أو الوعي فقط، لا نركز على جميع المجالات اللي ممكن أنها تفيد المجتمع وخصوصا الأطفال وكبار السن. هنا في الرياض وزارة الصحة نحتفل اليوم العالمي للأبصار، نوعي الموظفين بأهمية الوقاية من العمى والفحص المبكر، وكان في فحوصات متنوعة منها فحص النظر وفحص العمل الألوان وفحص ضغط العين وفحص شبكية العين، والحرص على فحص الأطفال لأن الأطفال بالغالب ما حيقولوا أنه عيني فيها مشكلة، فالأهالي من البداية من هم في مرحلة سن مبكرة يفحصوا العين، ووزارة الصحة ما قصرت سوت الفحوصات الأولية قبل الدخول المدرسة، فالأهالي بس يحرصون ويفحصون أطفالهم أول بأول. الكلمة اللي بوجهها أنه المحافظة على العين لأنها نعمة غالية على كل إنسان. شكرا زميلة عزة على هذا التقرير اللي جدا مهم، لازم نسوي فحص لعيوننا خصوصا للأطفال لأنه الأطفال ما يعرفوا إذا كان هم عندهم مشكلة ولا لا. يعني أنا عن طريق الصدفة البحتة نفس الشيء، جمعية مسوين فحوصات في المولات وفي الأسواق، فبنتي كانت صغيرة جدا فكانت مصممة أني أسوي لها فحص، أنه سوي لي زي ما الناس ما بيسووا، فقلت لها طب يلا خلينا نسوي، وتفاجأت أنه الدكتور طل فيه وقال لي بنتك عندها كسل في العين لازم تروح تراجعي، وكانت صدمة صراحة لي لأنه عمري ما فكرت أني أجري لها كشف للعين، أنا عمري ما فكرت أنه ممكن يكون عندها مشكلة، والحمد لله لحقنا الموضوع من بدري، يعني كانت في عمر 3 سنين. فهو كل ما تشخص الشخص أو الطفل من سن مبكر كان العلاج سهل، فلا تهملوا عيون أطفالكم تحديدا. صح ريم، لأنه حتى في أشياء بسيطة الأم ممكن تستكشفها في طفلها، يعني زي صداع، إذا طفلك قال لك مامي أنا راسي يعورني لا تقولي لي من الثانية ولا من البلايستيشن، معناته أنه في مشكلة فعلية في عين الطفل. خلوني